هي ليست القاهرة وحدها، ولا حتى الإسكندرية، فكذلك جميع المدن المصرية شهدت تصاعدا لأزمة اليوم، لا سيما مدينة السويس. المدينة شهدت مواجهات حادة بين الشرطة والمتظاهرين بدءا من صلاة الظهر، ومع ساعة اليوم تصاعدت حدة هذه المواجهات، وسقط العديد من الجرحى، وكذلك رجح سقوط أكثر من قتيل في هذه المواجهات. وفي آخر النهار رشحت معلومات عن أن بعض المتظاهرين قاموا بسلب الجيش آلياته العسكرية، وأن بعضهم تمكن من الحصول على هذه الآليات. إذن هي ساعة حاسمة ومصيرية في تاريخ مصر، وستحدد وجهة مستقبلها.